السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، والتي نبدأها بالعناوين. قوات النظام ترسل مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى محيط منبج شرقي حلب. ووسط احتجاجات شعبية، نظام الأسد يسعى لفرض ترتيبات أمنية جديدة في السويداء. مع اقتراب فصل الشتاء، مشاكل الصرف الصحي تتجدد في مخيمات ريف حلب. أهلا بكم مجددا. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن روسيا تسعى لإحداث تقارب سياسي وعسكري بين النظام وقسد. يأتي ذلك في وقت استخدم فيه النظام أرتالا عسكرية إلى نقاط التماس مع الجيش الوطني السوري والتركي في ريف حلب. صمت سياسي وإعداد عسكري، هذا ما آلت إليه العملية العسكرية التركية المرتقبة شمال شرق سوريا، التي قال عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنها ستتم ذات ليلة وفجأة. لا تخفي قسد خوفها، فحليفها الأمريكي يبدو منشغلاً بسحب 270 آلية من قاعدته في مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي، بحسب وكالة سانا التابعة للنظام. الخيار الثاني هي روسيا، التي تحاول استغلال الظروف والوقت لتقريب حليفيها السوريين من بعضهما عسكرياً وسياسياً، وهو أمر قد يضمن مصالحها شمال شرق سوريا. تقول صحيفة الشرق الأوسط إن محادثات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المنتظرة الثلاثاء مع وفد مسد ستركز على عنصري التطورات الميدانية ومساعي موسكو لفتح قنوات اتصال ثابتة دائمة بين مسد والنظام. لا تبدو مساعي موسكو السياسية أسرع من المعطيات العسكرية التي يعجلها الخوف من إعلان تركيا معركتها في أي لحظة. مناورات عسكرية مشتركة لقسد وروسيا والنظام تجري في تل تمر وعين عيسى وتل أبيض وأرياف حلب الشمالية، مناورات لا تخلو من رسائل لتركيا وحليفها الجيش الوطني على الطرف الآخر بحسب صحيفة الشرق الأوسط. ومع استمرار وصول أرتالٍ عسكرية للنظام إلى محيط مدينة عين عيسى وأطراف مدينة تل أبيض شمالي الرقة، وعلى الطريق الواصل من منطقة العريمة إلى معبر عون الدادات على طول خط نهر الساجور شمال مدينة منبج بحسب صحيفة الوطن الموالية، تنقل الصحيفة القول عن مصادر خاصة إنه رغم وحدة الصورة الميدانية والتفاوضية على كامل محور منبج وعين عيسى وتل رفعت، لا تبدو قسد جادة في وحدتها مع حلفها الجديد المتمثل بروسيا والنظام، وهي لا تزال مرتهنة بالقرار الأمريكي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل حلب اليوم بدر كجاك من جرابلس. أهلا بك بدر، كيف يبدو سير التجهيزات العسكرية من جانب الجيش الوطني السوري والجيش التركي لديك؟ نعم، خفت وتيرة التصريحات مؤخرا، لكن على الأرض هنا في ريفي حلب الشمالي والشرقي وصولا إلى منطقة نبع السلام، هناك تجهيزات عسكرية للجيش الوطني السوري على طول نقاط التماس وتنفيذ مناورات عسكرية. صباح اليوم كان هناك مناورات عسكرية لفصائل الجيش الوطني في منطقة نبع السلام، تمثلت بالرمي بالذخيرة الحية و إعادة المقاتلين إلى أجواء المعركة، وأيضا تنفيذ مناورات في الأليات الثقيلة والرشاشات الثقيلة. أيضا التجهيزات العسكرية على مستوى الجيش الوطني السوري أمير بشكل عام على أهبة الاستعداد، بحسب ما ذكرت مصادر في الجيش الوطني السوري أنهم على استعداد كامل للبدء في عملية عسكرية بأكثر من محور، إن كان في تل رفعت أو على طول امتداد نهر الساجور الذي يصل إلى مسافة تقدر ب 22 كيلومتر تقريبا. جميع هذه النقاط أو هذه المناطق هي مناطق تتواجد بها قوات قسد، بالإضافة إلى
التعزيزات من قبل قوات النظام في الآونة الأخيرة، قدمت إلى أكثر من منطقة، منها ريف مدينة منبج وصولا إلى منطقة نبع السلام، وتتواجد قوات النظام الآن هناك، بالإضافة إلى تسليم قسد لأكثر من منطقة لقوات النظام والروس. أيضا منذ قرابة اليومين تقريبا كان هناك دورية مشتركة تركية وروسية على أطراف مدينة نعم. الباب في ريف نبع الشرقي. نعم بدر، هل هناك رصد من قبل الجيش الوطني لتعزيزات النظام، وأين تتركز هذه التعزيزات؟ أمير، بالنسبة للتعزيزات، نعم الجيش الوطني السوري رصد تعزيزات لقوات النظام، إن كان في مدينة تل رفعت هناك قدوم لحافلات تقل عناصر يتبعون لقوات النظام، بالإضافة أيضا إلى مناطق نبع السلام على أطراف مدينة عين عيسى وعدة نقاط أخرى، أيضا مدينة منبج وطريق العريمة الواصل إلى عون الدادات، هناك أيضا تعزيزات عسكرية لقوات النظام. تتمركز هذه القوات بالقرب من مراكز ومقرات قسد المتواجدة على نقاط التماس، والتي تشارك الآن قوات النظام في التواجد على نقاط الرباط على طول امتداد نهر السجور وفي أغلب هذه النقاط. نعم أمير، شكرا لك بدر كجاك مراسل حلب اليوم، كنت معنا من جرابلس. في ظل الحديث عن معركة تركية مرتقبة ضد قوات سوريا الديمقراطية، الجيش الوطني السوري يكثف تدريباته لمقاتليه شمال حلب، وتزامنت التحضيرات مع مظاهرات طالب خلالها الأهالي باستعادة مناطقهم الخاضعة لسيطرة قسد. التقرير التالي والتفاصيل. زيادة في التدريبات وجاهزية قصوى وإعادة تموضع، رافقتها خطابات وتصريحات سياسية تحدثت عن أماكن التماس بين مناطق سيطرة الجيش الوطني ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. الحديث عن عملية عسكرية قد يشنها الجيش الوطني على محاور تل رفعت ومنبج وعين العرب بريف حلب وعين عيسى بريف الرقة وتل تمر بريف الحسكة يزداد حدة مع ذكر أهداف عدة، أهمها كسر الشريط الذي تحاول قسد مده من الحدود العراقية إلى شمال سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا. مهمتنا هون رباط على قطاعات العدو ورفع الجاهزية القصوى لأي أمر بتم من قبل العدو والتصدي له. الجاهزية عالية جدا، وتدريبات الأخوة المقاتلين عالية وكويسة على كافة أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة، والجاهزية تمام الحمد لله رب العالمين. كفرنا يا النازحون من القرى التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق درع الفرات وغصن الزيتون خرجوا في مظاهرات للمطالبة بتحرير قراهم والعودة إليها، مطالبين الجيش الوطني بشن عملية عسكرية لاستعادة منازلهم التي تسيطر عليها قسد. كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مناهضة للتواجد الروسي في سوريا، وأخرى حملت نظام الأسد وداعش وقسد أسباب النزوح والتهجير. ودخل علينا البيكيكي والبيدي وهالأحزاب، تعال عيش نهار واحد والحمد لله عنك، صرنا سنتين وهي التالتة في القيام وبنرجع، وعزمنا قوي وهمتنا عالية، لأني إنا قضية كرامتنا وضيعنا بدنا نرجعها بإذن الله. وتتخذ قسد من مدينة تل رفعت قاعدة لشن هجماتها على مناطق الشمال السوري منذ سيطرتها على المدينة في شباط عام 2016، كانت بالتنسيق في كثير منها مع قوات النظام. قتل شخص وأصيب آخرون بقصف لطيران مسير مجهول استهدف مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، وقال الدفاع المدني السوري إن القصف استهدف موقعا في مركز المدينة، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني نقلت الجثة إلى المشفى وأمنت المكان لحماية المدنيين. كشف مدير تحرير شبكة السويداء 24 عن اتخاذ النظام قراراً بتسوية عدة قضايا أمنية في السويداء على رأسها ملف المتخلفين وانتشار السلاح، فيما شهدت المدينة احتجاجاً على قرار النظام الذي لم يصدر رسمياً حتى ساعة إعداد التقرير.
يحاول النظام على ما يبدو تطبيق سيناريو تسوية درعا في السويداء. مدير تحرير شبكة السويداء 24 ريان معروف كشف لموقع السوري نت عن اجتماع عقدته اللجنة الأمنية التابعة للنظام في المدينة دون أن تدعى إليه مشايخ العقل. الاجتماع يعد مقدمة لتوجه النظام لحل بعض الملفات العالقة في المدينة، يقول معلوف أهمها ملف المتخلفين عن الخدمة في جيش النظام ووضع حد لانتشار السلاح، إضافة لملف المطلوبين في قضايا أمنية. ولعل النقطة الأهم هي السيارات المسروقة أو تلك التي لا تحمل أوراقا قانونية. الشبكة نقلت عن مصدر أمني لم تسمه أن النظام اتخذ القرار فيما يتعلق بنشر دوريات مشتركة لأجهزة المخابرات والشرطة والدفاع الوطني التابعة له في مناطق متفرقة، مع وجود قوة مؤازرة للجيش في السكنات لأي طارئ وللتدخل السريع. أما الهدف فهو توقيف السيارات المسروقة والتي لا تحمل أوراقا قانونية والتدخل في الحوادث الأمنية ومكافحة العصابات، مع ورود تعليمات بإنهاء المجموعات المدنية العاملة مع أجهزة النظام بحسب الشبكة. وفي المقابل قطع العشرات بسياراتهم مدخل مدينة السويداء احتجاجا على نية النظام مصادرة السيارات المسروقة، كما شهدت المدينة تجول مواكب مسلحة من أصحاب هذه السيارات في تحد واضح وصارخ للنظام وقراراته. بقي أن نشير إلى وجود أكثر من 8000 سيارة مسروقة أو بلا لوحة في السويداء يقتنيها أفراد من فصائل مسلحة أو عصابات، إضافة لمدنيين بحسب السويداء 24 ناهيك عن إحجام معظم الشبان عن الذهاب إلى الخدمة في جيش النظام. نظام لا يبدو أن ما يرنو إليه فيما يخص إعادة المدينة إلى بيت الطاعة أمراً سهلا. أخلت قوات النظام حواجز عسكرية جديدة كانت تتمركز في عدة مواقع بريف درعا الشمالي بحسب مراسل حلب اليوم في درعا. وقال مراسلنا إن فرع المخابرات الجوية التابع لنظام الأسد سحب عناصره من 3 نقاط عسكرية كانت تتمركز داخل المنطقة على الطرق الواصلة بين مدينتي الشيخ مسكين ونوى شمالي درعا. وأضاف مراسلنا أن النقاط التي تم إخلاؤها هي نقطة الساحر وحاجز الساحر على المدخل الجنوبي لمدينة الشيخ مسكين والحاجز الشرقي للمدينة، حيث عمد العناصر على تخريب الموقع قبل إخلائه. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. في ريف دير الزور الغربي سيدة تحافظ على تراث صناعة البسط اليدوية.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا في نشرة أخبار المساء تأتيكم من قناة حلب اليوم. مع دخول فصل الشتاء تتفاقم مشاكل النازحين القاطنين ضمن مخيمات المناطق المحررة، ولعل مشاكل الصرف الصحي والحمامات الجماعية أكثرها حساسية بالنسبة للنازحين في مخيم المحطة بمدينة راجو شمالي حلب. بخطوات متثاقلة يحمل أبو خليل دلوه متجها لأقرب دورة مياه من خيمته. أبو خليل يقيم في مخيم المحطة بالقرب من مدينة راجو شمال حلب منذ عامين، يعاني صعوبة في المشي وأمراض أخرى جعلت من وصوله للحمامات الجماعية أمرا شاقا، وخصوصا مع دخول فصل الشتاء. يعني بتعب، ما بوصل على بيت المي لحتى بنتهي خالص نائيا، وبرجع أكون منتهي. يعني صار لي تواليت فرنجي هون قدام الخيمة يكون فضل من رب العالمين، فضلته علي. وين ما صار نعمة الله، أشو ما صار نسيم رب العالمين. شتوية صعبة، يعني شتوية صعبة. هلأ يجوز بقع 10 مرات على الطريق وتلوت بالطين، والعالم يعني تجيشيني لحتى بوقف على حيري لحتى تصير أمشي. تعتبر مشكلة الصرف الصحي داخل المخيمات من أبرز المشاكل التي يواجهها ساكنيها، ورغم وجود بعض المخيمات المخدمة بدورات المياه إلا أنها غير كافية، وغالبا ما تكون غير مريحة وتتسبب بانبعاث الروائح. على أغلب العيال عم تشطف الخيمة، عم تكب المي على باب الخيمة، فالمي عم تخزخز، عم يصير يعني ريحة كرهة قوية كتير. فطبعا يعني العالم كله عم تتضايق، وخاصة الأطفال الأغلب يعني عم ترشح عم تتضايق وعم تمرض يعني من هذا الشيء. وبالنسبة للعجز اللي عندنا يعني ناس كبيرين بالعمر كبيرين بالسن، وقت عم يطلعوا على الحمام بالشتاء فيعني ما بيحسن يمشي. يعني عندنا اختيار هذيك سنة يعني أكثر من 3-4 مرات هو يطلع يعني يزحط يوع بالوحل. الحل لمشاكل الصرف الصحي ودورات المياه داخل المخيمات يحتاج لتضافر الجهود من قبل المنظمات والجهات العاملة للحد من انتشار الأوبئة التي من الممكن أن تسببها مشاكل الصرف الصحي. الصرف الصحي والوصول الآمن للحمامات أبرز مطالب ساكني المخيمات، وخصوصا مع دخول فصل الشتاء، حيث تبقى المعاناة مضاعفة للأسر وكبار السن على وجه الخصوص. ماجد العمر، حلب اليوم، منطقة عفرين. وينضم إلينا السيد منير مصطفى نائب المدير العام لمنظمة الدفاع المدني من الشمال السوري، أهلا بك. بداية، ما انعكاس مشكلة الصرف الصحي في المخيمات على حياة النازحين؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين. أهلا بك. حقيقة هي ليست الأولى من نوعها في هذا العام، وليس هذا هو الشتاء الأول الذي يمر على أهلنا المهجرين والنازحين القاطنين في المخيمات في مناطق شمال غرب سوريا. للأسف هذه المشكلة هي مشكلة متكررة، وتزيد دائما صعوبة هذه المشكلة في حلول دائما فصل الشتاء. طبعا سعت المنظمات العاملة في الداخل السوري تخفيف وطأة هذه المعاناة عندنا المهجرين والنازحين بتقديم ما يمكن تقديمه، وتقديم ما يمكن فرشه من الطرقات، وتقديم أيضا صرف مطري وصرف صحي لبعض المخيمات. ولكن نحن نتكلم عن بقعة صغيرة من الأرض كان عدد سكانها لا يتجاوز يعني عشرات الآلاف، نحن الآن نتكلم عن 4 ملايين إنسان يقطن في هذه البقعة من الأرض. طبعا ليس هناك أي مقومات يعني للبنى التحتية، ليس هناك أي مقومات لصرف صحي أو حتى شبكة مياه أو حتى شبكة كهرباء في هذه المناطق. فالمعاناة شديدة، تحتاج هذه المعاناة لتضافر جهود المنظمات الدولية والمنظمات المحلية. وللأسف نحن نلاحظ بالفترة الأخيرة يعني قل من المنظمات الدولية وتراجع الاستجابة في شمال غرب سوريا من المنظمات الدولية ومد يد المساعدة للسكان في هذه المناطق. نعم، أنتم كدفاع مدني هل لديكم خطة للتعامل مع هذه المشكلة خلال فصل الشتاء؟
نعم، كدفاع مدني دائما قبل وصول فترة فصل الشتاء وقبل وقوع يعني الأمطار، كل مراكز المدن المنتشرة على كامل المناطق المحررة تتوجه إلى المخيمات لتقديم ما يمكن مساعدته، وخاصة ضمن المخيمات التي كانت تتعرض بالسنين السابقة للفيضانات وللمخيمات التي كانت تعاني من انسداد الطرقات أو انقطاع الطرقات المؤدية إليها، فنحاول قدر الإمكان تخفيف هذه المعاناة من تسهيل بعض الطرقات وتقديم بعض المساعدة من أجل منع وصول هذه المياه لداخل المخيمات. الأمر يحتاج كما قلت يعني تكاتف من الكثير من المنظمات، أكيد يعني منظمة أو اثنتين لن تستطيع أن تقوم بعبء وحمل هذا الاحتياج الموجود في شمال غرب سوريا، ولكن يحتاج الأمر إلى تكاتف عديد من المنظمات بالإضافة للمنظمات الدولية بالإضافة إلى الدعم القادم من الوقت الأمم المتحدة من أجل مساعدة هؤلاء السكان. نعم، هذه السنة سيكون الوضع أسوأ من السنين السابقة طبعا، لأنه يترافق مع انتشار ذروة لوباء كورونا في شمال غرب سوريا. الوضع الصحي وضع مأساوي، يضاف إليه وضع الشتاء والبرد ووضع الطرقات والمخيمات المزمنة. أشكرك السيد منير مصطفى، نائب المدير العام لمنظمة الدفاع المدني السوري، كنت معنا من الشمال السوري. شكرا جزيلا. وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها ملابس شتوية على أكثر من 8000 طفل يتيم في مناطق إدلب وإعزاز وجرابلس والباب بحسب وكالة الأناضول. وقال المسؤول بقسم الأيتام لدى الهيئة إردال أغجا، قال إن الأنشطة الإغاثية مستمرة تجاه الأطفال الذين تيتموا بسبب الحرب، مشيرا في بيان له إلى وجود عدد كبير من الأيتام بلا حماية ولا رعاية في المنطقة. وتوزع الهيئة مساعدات نقدية منتظمة شهريا على الأيتام في سوريا ضمن نظام مخصص لرعايتهم. كشفت وزارة الخارجية التركية عن اتفاق جرى بين أنقرة وأربع دول مجاورة على ضرورة إعادة اللاجئين السوريين بشكل طوعي إلى بلدهم. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في كلمة له أمام البرلمان التركي، قال إن أزمة الحكومة في لبنان أجلت هذا الاتفاق، إلا أنهم ما زالوا بصدد تنفيذه، مضيفا أنهم نجحوا في وضع قضية العودة الطوعية للسوريين على أجندة الرأي العام الدولي. كما أكد جاويش أوغلو أن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، ولم يعد لديها الإمكانية لتحمل المزيد من المسؤولية في هذا الشأن. تحافظ أم محمد على مهنة تراثية وهي صناعة البسط اليدوية في ريف دير الزور الغربي، مهنة في طريقها للاندثار رغم الحاجة الماسة لها بسبب غلاء أسعار السجاد وأنواع الأثاث الأخرى. هذا تراثنا يعني ما ننساه، يعني لو تعيد ترجع الزمان مثل أولي رجعنا علي أول مثل أول، يعني الحز يرجع لأن إحنا الواحد أولي من إذن الصغار نقضم مثل عجيات إحنا صغار تعلمنا الاستدو، نقول الاستدو للملفة للساحة نقضب جذان نستجها الملف نستويها خيوط ونستويها عادي، والساحة زاد نستويها تشتش نمد الزرع الساحة نمدها خيوط ورد نستجها عادي ونتفرج استجادة حس تسلخم زم العالم، بس يعني مي ناسي بيوتها مليانة من مي ناسي الحز عيونها عليش الحز عندي ساحة ملف وعندي يعني بصل يعني استدين على منا هني تادياتي وبتاد ونطق الصياخ ونستجمد تجي عاد النيارة تنيرو ونستخدم هذا مثل أنا عارفة نير أجي الفلانة نير الهيا هذا نقول إني إني نير هذا إيش ثاني نستوي مو رايد عين أي بس أشوفك شلاني تقول شلاني لحال مو رايد أنت نستوي نجيب هاي اليوم فلانة نجيب فلانة نجيب فلانة نستوي عاد تعلمنا نشتغل يعني نمدن ونقزل ونبرم ونلف الخيط ونستوي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة التي قدمناها لكم من قناة حلب اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب today tv.net. إلى اللقاء بإذن الله.